الكولسلو معروف ان هو اساسه كرومب ابيض، جزر، بصل، وكريمه وسكر، وطبعا شويه ملح ومايونيز. النهارده هنحط بدل البصل الابيض هحط بصل اخضر. اوكي، ده الاختلاف الوحيد يمكن اللي هتلاقوه النهارده في الكولسلو. هغير الطعم شويه، في نفس الوقت هغير اللون الشكل العام يعني. اوكي، في كولسلو بيتعمل بطرق عديده جدا يعني. في كولسلو عملناه قبل كده برضو وحطينا له ذره حلوه وحطينا له حاجات تانية، وفي ممكن يتحط له جوز مثلا، بيكان، سنيبر. طبعا كل ده زي ما تقولوا ايه يعني، يعني من وحي الكولسلو، لكن انا لما بقول كولسلو واسكت يبقى اصله. لما اقول كولسلو بالبصل الاخضر يبقى اللي انا بعمله ده، اقول كولسلو بالذره الحلوه يبقى عليه ذره حلوه، وهكذا. اوكي، لكن ما اقولش كولسلو واسكت لانه مش كولسلو. اوكي، ده كده. هنيجي بقى في هنا مثلا ونحط، هحط ليمون مش خل، برضو ده حاجة تانية، هو أساسه بيتحط له خل. اوكي، وهحط المايونيز، والكولسلو الأصلي بتلاقوه تقيل يعني، الصوص بتاعه تقيل. اوكي، ساعات في مطاعم في مصر تشينز يعني بتاع الدليفري وتيك اواي وكده يعني، فاست فود اوبريشن يعني، اوكي، بتقدم الكولسلو خفيف قوي، الصوص بتاعه خفيف قوي. دي الريسي بتاعتهم، اللهم لا اعتراض، ما عنديش مشكله فيها. ها، فكولسلو اوكي مش مشكله. طيب الاول نضرب الكلام ده، نخليه ناعم خالص، شويه ملح نونه طبعا لانه بقيه الانجريدينس مش مملحه. اوكي، وهنحط السكر، وده انجريدينس مهم جدا السكر في الكولسلو، بتبقى محلونه شويتين ثلاثه يعني، مش حلوه حلوه لكن حاسين بالسكر اللي فيها. اوكي، وبعدين احط كريمه، في برضه بيتعمل بالزبادي. اوكي، اوكي، وبعدين نحط بقى ايه الاول، خلينا نحط البصل. البصل الاخضر طبعا اساسه بصل ابيض مش اخضر، ونحط في طبعا بيتعمل كولسلو بالكرنب الابيض والاحمر. اوكي، وبيتقال كولسلو بالكرنب الاحمر والابيض، ما بنقولش كولسلو ونسكت. وهنقلب، ونحط بقى ايه، مش كتير قوي، زي ما تقولوا كده ايه، بنشعر اللون. اوكي، ما يبقاش بقى الصوص بتاعه سايس
وممكن ينفصل عن ال عن بقيه الانجريدينتس، اوكي؟ ما بيبقاش كده. يبقى لطيف برضو. اوكي.